على إيقاع ونغمات وأوثار أغنية أنا الزمورية لصاحبتها وهي موجودة معنا اليوم. أقول لكم أحبائي الكرام أهلا وسهلا وتحية طيبة مباركة لكل مشاهدينا كل أحباء طبعا أنتم على القناة الفضائية شادة تي في وبرنامج دندنة مع عماد. الأكيد اليوم حلقة متميزة بحضور واحدة من الفنانات كذلك المتواجدات في الساحة الفنية المغربية وحتى العربية. فنانة أنا شخصيا أعرفها ومنذ سنوات وتعرفنا في العديد من المنابر الإعلامية في العديد من البرامج تلاقينا في العديد من في التظاهرات والسهرات إلى غير ذلك. الأكيد اليوم غادي نديروا واحد الجرد المسيرة ديالها الفنية فخليكم معنا حتى الآخر الحلقة. الأكيد هناك أغاني ومقاطع جميلة جدا في انتظاركم. ثم في البداية الأكيد أيها الأحباء الكرام كنبغي نحيي أصدقائي الفنانين الموسيقيين طبعا على الإيقاع مراد أهلا بك يا مراد ثم كذلك على آلة العود الأخطبوط أهلا بك يا أخطبوط أخطبوط دريس نيجرا تبارك الله عليك وصاحب الأنامل الذهبية أخي وصديقي رشيد برا تحية طيبة وبابتسامته البريئة ثم كذلك ذو الإحساس الجميل عادل الصويري الفنان ابن الفنان على الأورغ تحية طيبة لكم جميعا واليوم غادي نبداو كما قلنا واحدة من الفنانات وهي صديقة طبعا وصديقة عائلة وإحنا أصدقاء مع العائلة ديالها هي حاضرة معي اليوم فاطمة الزهراء العروسي أهلا بك شكرا عماد فرحان أنني نكون معكم اليوم اليوم دندنة اليوم نديرو جلسة طربية مرحبا مرحبا طبعا فاطمة الزهراء العروسي الأكيد أن الكل كيعرفك ما تحتاج إلى تقديم ثم إحنا اليوم غير كنديروا بعض المحطات غادي نوقفوا فيهم في المسار ديالك الفني والمهني ونجبدوا شوية طرائف إلى غير ذلك ونطربوا معك ببعض المدارس الموسيقية اللي أنت ربما تأثرتي بها في بدايتك الفنية غنسمعوا لهم جميعا فاطمة الزهراء العروسي أولا كيدير العائلة كيدير كل شي لاباس وكيسلم عليك كيدير إلهام والبنات الحمد لله الله يبارك فيك كنيزة لاباس عليها صافا الحمد لله كنش عادي كنقول كيدير على بتيت دابا نقول كيدير على غوند دابا تبارك الله تيكبروا الوليدات داك الشيء اللي كاين الله يخليك وليدات آمين يا رب كذلك فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء العروسي نقدروا نقولوا إلا بغينا نحطوك مع من الأجيال أنت طبعا كان واحد الجيل الوسط وكاين الجيل الجديد واش انت مع داك الجيل الوسط اللي جا من بعد جيل الرواد اولا مع الجيل الجديد اولا انت ما بين الجيلين فين ما بغيتي تحطني حطني انا تنظن انا ما بين الجيلين يعني ما جيتش من جيل الرواد وما جيتش من الجيل الجديد الوسط بغيت نقول زعما الوسط لا حيت لا كاين الرواد وكاين الوسط وكاين الجيل الجديد انا قلت لك سؤالي قلت لك واش انت من جيل الوسط أو لا من الجيل الجديد أو لا ما بين الجيلين تنظر أنا ما بين الجيلين نعم لأن بديتي صغير الفن انتيا زعما مهنيا 16 عام نعم لأن في أول مرة غنتعرف عليك ربما هذه سنوات ما نقولوش السنوات باش ما نكبروش راسنا بزاف قول لي بغيتي لا شوف أنا ما هذه واحد 10 سنين بحال هكاك 10 سنين ديال غير أنا الزمورية داك الشيء اللي كاين ففي الحقيقة من أول الألبومات ديالك أنت كنتي كديري الآلة ودرتيها بواحد الطريقة عاودي لنا رجعي لي ديك الحقبة فاش كنتي درتي ديك السي دي ديال الأندلسي أو الآلة ألوغ كانت سي دي ديال الموسيقى ديك الساعات كانوا لي سي دي دونك كان ألبوم في الموسيقى الأندلسية بتوزيع فيلارموني اللي كان من إبداع الأستاذ عبد السلام خشان الله يرحمه اللي كان هو رئيس الجوق البلاكي سابقا والبوم اللي كان خدمني واحد الوقت كتير لأن كنت نسكن في فاس تنجي نسجل في الرباط مع حميد العلوي الله يرحمه حتى هو اللي كان في استوديو أضواء المدينة فكان البوم ديال الموسيقى الأندلسية ولكن تري مودرن اللي عرفوني به الناس هي كانت واحد تجربة جديدة لأن كانت شوية كما قلتي واحد توزيع موسيقي جديد في الآلة هذيك الساعات كان لقى واحد الانتقادات لأن كاين بزاف الناس كانوا ملوعين دوك الصحاب الأول عاود داك الشيء ما تقبلوش ما تقبلوش ولكن الناس اللي فريمون زعما سمعوا الألبوم حيت في الأول كاينين الناس اللي انتقدوه ما سمعوش حتى ولكن ملي تسمع لأنك تسمع واحد الموسيقى مانيفيك في الهارمونيك كاين آلة النافغ كاين واحد التوزيع جديد وهذاك الشكل ديال داك الموسيقى حبب الشباب كذا ذلك في الموسيقى الأندلسية لأن ما كانوش صنايع إحنا كنسميو صنايع في الآلة كانوش صنايع طويلة كانوا مثلا واحد الصناعات اللي درنا فيهم مثلا 4-5 دقائق
اللي كانوا جاز تونغو فلامينكو. ما يمكنش باش تقول لي ربما هذه التجربه او هذه يعني هذه الفكره اللي درتيها جات سابقه لاوانها في ذاك الوقت، لان اعتقد بدايه 2000 ما كان حتى واحد. وفي ذاك الوقت بالضبط بالضبط نقول لك كانت 2003 وكانت يعني من المعروف ان الموسيقى الاندلسيه كتغنى جماعه، وكيكون واحد الصوت اللي يعني منشد اللي مره كيدير موال ولا مثلا كيغني كصوت فردي. ولكن انا كانوا هذوك الاغاني كاملين صنايع بلوتو، كانوا كلهم كنغنيهم فرديه ومعايا الكورال ديال الجوخ الملكي. نعم، وهذاك عمل اللي غنبقى كنفتخر به دائما في مساري الفني، لانه ربما ما عمرك عاود خرجتيها مثلا يسمعوها الناس، ربما جاي الاخر جاي جديد ونشوفوا عاوتاني نتيستيو. حنا كنديروها لي تيست هنا يعني كاين شكل الناس ديك الساعه تعطي الذوق في عام 2000 راه ماشي هو دابا، لان كان الناس اكيد اكيد صعيب، كانوا كاين صعيب نيت، كان الفن صعيب صعيب باش تغني كيخصك تكون نيت فايق بكري سيدي ومولاي سيدي ومولاي. دابا لان ولات السهوله في يعني في الغناء حقيقه، سهل الغناء. وهو داك الالبوم حقيقه باش يعني في السهرات في داك الاول اللي كنت كندير سهرات اندلسي، ولا حتى دابا مثلا اللي كنبغي نغني الاندلسي كنغنيه مع جوق تقليدي. يعني باش دير هذاك داك الصنعه بحال هكاك خصك واحد 50 الموسيقيين. وعلاش خرجتي من هذا يعني هذا النمط الجميل ومشيتي لانماط اخرى، مثلا تبقاي مثلا في الاندلسي؟ لان كيف ما كتعرفني عماد، انت واحد الشخص اللي مقرب من العائله واللي حضرتي لي مجموعه من السهرات، ف يعني انا معروف عليا انني واحد الفنانه يعني بوليفالونت، كنغني بالفرنسي بالانكلي بالطراب الشعبي الخليجي الشرقي اكزاكتومون. دونك ملي درت هذا الالبوم ديال الموسيقى الاندلسيه، على فكره اللي يعني هذاك تراث، ولكن كان خصني لابد نثبت الوجود ديالي باغاني خاصه بيا. فبعد داكشي هي فاش جا الالبوم اللي كنت سجلت في القاهره، بجاو الاغاني الالبوم ديال خايفه الى اخره، فكان لازم انني نثبت الوجود ديالي. يعني ملي غايقولوا مثلا مثلا خايفه او الطياره او الزموريه وهادي، فاطمه زهراء العروسي. نعم. اما الموسيقى الاندلسيه فهي تراث ملك الجميع. اكيد اكيد. فحقيقه احنا ملي كنشوفوا دابا المسار الفني ديالك تيبان بانك يعني فنانه مجتهده، ما عمرك هبطت يدك. لا، لان من الاول ديما من تجربه لتجربه، مشيتي لمصر درتي الالبوم في مصر، دخلتي الغناء المغربي عاوتاني بواحد الطريقه اخرى، دخلتي للتمثيل، حنا غنهضروا على التمثيل من بعد، كتغني كذلك بالغربي يعني لا شونسون اوكسيدونتال، دونك بمختلف الانماط ديالها هي بالانجليزيه والفرنسيه وغير ذلك. ثم برافو عليك، برافو عليك فاطمه الزهراء، كنا يعني مسار فني ناجح الحمد لله. ربما هذا سؤال كيكون ستوندار تنسولو بعض المرات هنايا بعد هذه السنوات هذه، ربما كما كنا التواجد ديالك في الفن يعني احترافيا واحد اكثر من 20 عام ولا 25 عام ربما، شنو دا منك الفن اللي اكيد عطاك الشيء الكثير؟ حنا ما نهضروش على اللي عطاك، الدليل هو انك انت اليوم هنا باعمال ديالك كتشارك في سهرات و ومهرجانات خارج المغرب إلى غير ذلك، ولكن شنو دا منك الفن؟ شنو حيد لك؟ شنو حيد لي؟ كتعرف عماد أنا أنا واحد الإنسانة اللي أو فنانة اللي الفن يعني في الدم ديالي. ملي وعيت وملي بديت كنغني غير داك لي شونسونيت ديال ليكول، وفي الأول كنت كنجود القرآن في المدرسة وداك الشيء وهذا، فالفن بالنسبة لي هي الحياة ديالي، هو بحال اللي كناكل وكنشرب، الفن هو مهم بالنسبة لي. داك الشيء علاش يعني كيف ما كتعرف يعني ما درت أنا الفن حتى خديت الشهادة عليا وخدمت بها، ولكن ارتأيت واخا أنني درت واحد الشعبة اللي أنا كنت باغيها، فعدت وقتي كله للفن. نعم. طيب انا غادي نرجع باش ما نطولش، لان عندي انا غادي نعاود نجيبك للسؤال بطريقتي، ولكن ما نطولوش لان نبغي نسمعوك. حنا قلنا اليوم جلسه طربيه. مرحبا. انا اللي غادي نبقى نقترح. يلا اللي بغيتي. مرحبا. اكذب عليك. يلا نمشيو. اكذب عليك. ما تنكذبش انا، ما كنكذبش عليكم، انا راه كنقول على الحقيقه. دابا انت غتختار، انت كتحضر لي عارف الاغاني كل شيء. نمشيو كريشاندو، غادي نديرو الطربي العربي الشرقي ونديرو كذلك المغربي. مرحبا. موسيقى
اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت نسيتك همسة
عليك. شكرا. تبارك الله عليك فاطمة الزهراء. شكرا. فنرجعوا نحن نعود فيما كنا نحن بصدده. فتكلمنا قلت لك أودي واحد لقيتها الفن شنو ممكن يكون خدا منك؟ يعني أكيد أن في هذا المسار الفني يكون هناك تنازلات. أكيد. بغيت نعرفه مولي بغيت نعرف أنا التنازلات فين؟ كاين بزاف ديال التنازلات. كاين كاين الوقت اللي ما تيكونش باش تخلي تدوزو مع عائلتك. كاين واحد الحريات اللي ما كتبقاش. كاين بزاف د الحوايج. ولكن بالنسبه ليا ملي كتكون كتحب شي حاجه فكت كتعطيها كل ما عندك. يعني ما عمرك ندمتي انك يعني خليتي على الدبلوم ديالك ديال الدراسه؟ لا اكيد لا. شامل سي فري كو ماشي ندمت. ولكن مثلا كنزه دابا عندها 18 عام مثلا شحال ديال الحوايج اللي ما كنتش كنحضر معها فيهم. بعض المرات ما شتهاش مثلا وهي تتكبر. تبارك الله. شحال دابا 18 عام. تبارك الله. الله يحفظها. امين. فربما وما شاء الله تبارك الله فاطمة الزهراء عروسي يعني من الفنانات اللي حافظوا على الاستقرار ديال البيت ديالهم. الحمد لله. هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. هي سيغ نعمه كبيره. ولكن ملي كيكون الطرف الثاني متفهم ويعني رفيق الدرب. نعم اكيد. غادي نرجعوا عند على رفيق عند رفيق الدرب. يلا. فبزاف الناس الجمهور العادي انه عنده واحد فكره على الفنانات تيقول لك ديما اغلبيه ما تيطوروش في الزواج. ديما كيطلقوا. ديما عندها مشكله مثلا ما كتقدرش تستمر الا القله القليله بيانسور. ما تعرفوا واش كاينه هذه بقى الفكره سائده ولا غير هي واحد الصوره بقات من ربما من شحال هذه بان الاغلب الفنانات يعني ما تيصدقش لهم الزواج. وماشي كلشي ماشي كلشي. كاين الفنانات اللي يصدق لهم الزواج. ولكن واش هو القاعده ربما مثلا ما غنقدرش نحكم ما غنقدرش نقول لك. ولكن شوف هي الاساس في العلاقه الزوجيه راه ماشي قضيه فنانه او ماشي فنانه. الاساس في العلاقه الزوجيه هو التكامل. هو يكون واحد الاحترام كبير. هو ان داك النص الاخر يكون كيحترم الزوج او الزوجه ديالو مقدر هذاك الشيء اللي كيدير. فبغض النظر على الفن راه كاينين مهن اخرى اللي حتى المراه تتكون ما يمكنلاش تحضر في يعني في الوقت كله. نعم. وكيكون الزوج متفاهم. ف يعني بصفه عامه هو انه يكون واحد التقدير والاحترام في العلاقه الزوجيه باش يمكن لها تستمر. طيب الى دابا انت بتجربتك مثلا وكانت واحد الفنانه في مقتبل العمر مثلا وغادي تنطلق دابا ومشروع نجمه فإلى سولات قالت لك اودي انا بغيت نتزوج ولكن من الاحسن وهي كفنانه واش نتزوج من واحد من الوسط في الفني او قريب يكون وسط اعلامي وسط ربما مهم قريب في ليفيرمونسيال يعني في كل ما هو فني. كتبقى عليا ياك. جاوبيني دابا بالتجربه ديالك. ولا تزعم وتاخذ واحد انسان اداري او لا ولا صانع او في يعني في ميدان اخر. زعما فين تنصحيها اكثر؟ غادي ننصحها غنقول لها خصك تختاري الشخص المناسب. لانه يقدر يكون الزوج ديالها في الميدان الفني ويكون غير متفاهم. يقدر يكون في ليفينمونسيال يكون غير متفاهم. يكون شخص عادي ومتفاهم. فغادي نقول لها خصك تختاري الشخص المناسب اللي من الاول تفهمتي انت وياه على انك غتكوني فنانه على انه غيحترم المهنه ديالك. غادي يكون رفيق الدرب غيكون السند ديالك. حيث الاستقرار الأسري مهم في أي مجال مش غير في الفن. أكيد. حتى الفنانة لما تكون مع يعني عندها مع الزوج ديالها فربما الناس كتحترمها أكثر كتنظر لها لأننا نكون واقعيين زعما كتحترمها أكيد. أكثر. أكيد. نعم. طيب وأنت بنتك دابا تبارك الله كنزة راه عندها 18 عام كيفاش ربيتيها؟ كيفاش واش مشيتي هي في هذه الميادين ديال الفن بصفة عامة بطريقة جديدة ديال هذا الجيل الجديد؟ تبغيها تكون فنانة؟ أنا ما كرهتش نبغيها تكون فنانة ولكن هي ما بغاتش. هي اللي ما بغاتش. هي اللي ما بغاتش. لا هي اللي ما بغاتش. دابا كتكمل الدراسات العليا ديالها. وأنا مش حالة دي وأنا بغيت أدخل الميدان الفني بحال دابا دير شي حوايج اللي في السن ديالها وداك الشيء. لكن هي ما بغياش الأضواء ما بغياش الشهرة نهائيا. واخا دابا هي بالتكوين اللي كتقرا ربما يعني طريقة أخرى تعرف دابا شويه الطاغيه شويه الفرنسيه والانجليزيه على الوليدات دابا لان هذا واقع كان ما خصنا حتى هو كنقولوا ما نخبيوش. الاغلب اللي تيقراو في المدارس الخصوصيه كتكون عندهم العربيه ناقصه شي شويه وهذا شيء واضح. فلو كانت مشات في الميدان الفني شنو غتكون كتغني؟ هي شنو غتغني الطرب غتكون تغني شي حاجه غربيه؟ لا ما تنظنش غتغني الطرب غتغني المغربي.
غتغني الكلام مغربي. حلي رايش دابا مثلا، حلي رايش دابا الجيل الجديد اللي هو دابا هاد الجيل اللي ولا جديد قديم، راه ما بقاش جيل جديد ولكن كنقولوا لا باش كنفرقوا اغاني بحال كنغني حتى انا يعني الدارجه ديالنا. وما تخافيش عليها من المطبات والصعاب شوف لا يصح الا الصحيح. والواحد يدير يقينه في الله ويكون كيامن بانه واحد الحاجة مهمة، وأن الرزق بيد الله ماشي بيد الإنسان. أكيد يكون كيآمن بأنه يخدم يدير اللي عليه وربي تيكمل في ذاك الشيء. نعم. وصافي وسير وما تخافش. والما يقدر يجري قدامي يجري بيان سير. أول ما يجري قدامي يلا تبقاو معنا. دابا اختاريتي قال أغاني ريبيردوار ناخذ شوية شوية من كل حاجة. يلا واخا مرحبا. كان موت عمره ما عرفت
تنهضروا على هذا المسار الفني ديالك، فيه الغناء، فيه فيه كذلك مغامرات، ولكن فيه كذلك فيه تمثيل. فأول مرة دخلتي العالم تمثيل كان طبعا من خلال التلفزيون أعتقد، كانش من عام هذيك؟ كانت في 2008 بالضبط. 2008 هو تاريخ اللي ما يمكنليش ننساه. شنو اللي كيفكرك في التاريخ؟ كيفكرني هو أن كنزة كانت في عمرها 3 سنين، وكذلك كنت خدامة. وفي ذاك الوقت يعني اختاريت أنني نتخلى على الخدمة ديالي ونتفرغ للفن. نعم، يعني الفن والتمثيل. الفن والتمثيل أكيد، يعني الغناء والتمثيل. لقيتي نفسك من منذ يعني المراحل الأولى، منذ التجربة الأولى لقيتي نفسك في التمثيل؟ لقيت عرفتي كان أول دور ديالي هو فاطمة الزهراء في سيت كوم باركوم سعود. كانت واحد التجربة اللي بالنسبة لي دخلت لها وأنا يعني كل خوف، لأن أول مرة غادي ندخل هذا المجال. كذلك كان هذاك سيت كوم غادي تبت في رمضان في وقت الذروة، يعني عرفتي ما نقولكش كنت مخلوعة بزاف. الحمد لله كانت واحد الفرقة، يعني فريق عمل اللي أطروني اللي جعلوني أنني نحس بأنني ممثلة من الأول. فكنشكرهم بزاف. طيب، لأن في 2008 فاطمة الزهراء ربما من الفنانات الأوائل اللي دخلوا، يعني من الغناء دخلتي للتمثيل، لأن من بعد سؤولة موضة. شفت كاع الفنانات من بعد، ولاو من بعد، ولا التجربة كانت من بعد سلمى رشيد، ابتسام تسكت، فاتي جمالي الى غير ذلك، ولا ايها طويله. فربما انت من حيت في شحال ما كناش كنشوفهم، كناش كنشوفوا يعني مغنيات كيدخلوا التمثيل الى جاي الثمانينات ربما والتسعينات، ولكن قبل مثلا مش كنهضرش على مصر، كنهضر على سميرة مسعيد. كانت دارت واحد العمل تمثيل، ولكن عمل واحد ما عمرها ما مشات في الكارير. حنا كنهضروا على اللي مشاو في الكارير، ربما كاينين استثناءات، ولكن الا في مصر طبعا كانت تجربه باينه. كانت يعني كاع المغنيين كيمثلوا داك الشيء. انا كنشوفها بانها تجربه زوينه، يعني خص تكون، اكيد خص تكون الموهبه، لانها ما يمكنش غير تدخل غير هكذاك، لا في الغناء ولا كذلك في التمثيل. الحمد لله، يعني الناس اللي شافت كاع الادوار ديالي كتقول لي كنحسوا بك كتمثلي تلقائيه، يعني سبونطاني، الوغ كاين ممثلين اللي قارين التمثيل وما ما عندهمش هاد الموهبه هذه ديال التلقائيه ديال لا سبونطانييتي. فالحمد لله كانوا ادوار زوينه، كانوا ادوار بطوله، مجموعه من الاعمال التلفزيونيه اللي درتها، واللي لقيت راسي زاد دخلتني اكثر البيوت المغاربه، يعني من خلال التلفزيون. شنو اكثر الاعمال اللي نجحت؟ واش اللي كدوز طوال العام ولا اللي كدوز في رمضان اللي كتوصلك دغيا وكتشوفي الناس بانك تجاوب معها؟ شوف، إذا كان عمل زوين راه أكيد غادي ينجح، سواء في رمضان أو خير. وخايدوش في رمضان كيتعاود كيتعاود العام كله. لكن يعني الناس حبوا الشخصية ديال الزمورية بزاف، ديال القلب المجروح، وخا يعني الشخصية كانت مخالفة تماما على شخصيتي الأصلية. نقول لك واحد لانكدود، الناس اللي كيعرفوني بحال بصحاباتي وداك الشيء كيعيطوا ليا ملي كيشوفوا مثلا الحلقه وداك الشيء داز، داك الشيء يقول فاطمة الزهراء واش منيتك؟ واش انتيا؟ حيت ما عمرهم، حيت انا واحد الانسان كتعرفني قليل باش غتشوفني. واخا تقمستي داك الدور ديال الزموريه، فواش مشيتي تما درستي شفتي العوائد ديال المنطقه تما كيفاش هي الشخصيه؟ بيان سور، يعني تعرفي انا باش تقمستي الماء بالموضوع. وبيان سور الفريق العام راه كيكون كيشتغل على هذا الشيء على بكري، والدور حبيته، يعني عشقت هذاك الدور، لقيت فيه راسي. كذلك في مسلسل الغالية اللي جبت فيه سمية، واحد الشخصية اللي كتعصب بزاف واللي ما بغاش حقها واللي راجلها كيخونها، يعني حتى هو كان حبيت هاد الادوار اللي مختلفه على الشخصيه ديالي. هذا سهل بالنسبه للنساء، كيجيهم سهل ديال هذيك شويه الغيره وداو شويه القباحه. طيب شوف، غادي عندنا واحد الفقره هذه ديال بعض الصور. غادي المهم صور من خديتهم شويه من انستغرام، من سي احمد الزوج ديالك الى غير ذلك. نبداو في سرد هاد الصور وانت علقي لنا عليهم. يلا فوالا، تفضل. الو، واش كتشبهي ولا كتشبهيش؟ انت شوف اون فاس، عندك ليكرون اون فاس معاك. داكور، واش دابا هادي انت؟ ايوا شوف اللي بان لك.
دونك هنا فريمون شحال البيبي هنا شحال تقريبا؟ لا بيبي غتكون عندي واحد 4 ولا 5 موا. انت تزاديتي في مكناس؟ مكناس. انت اصل مكناسيه؟ الوالد مكناس والوالده فاسيه. فاسيه دونك قريب تما الجهه. فالطفوله ديالك اللي انا نشوف بعض الصور الا كان ممكن سي مصطفى صوره مواليه كنشوفوا مش بتات الصويره المهم هذاك ديك البشكليطه داك الشيء كانت عندك بيكالا من الصور يلا شتي شوف بعدا داك السلام خصك تعرف هذاك السلام راه ما كنتش كنبغي نزولو كانت شي صاحبه ماما جابته ليا من الحج ما تنحيدوش من عليا نعم ماشي ما كنتيش دايره بحال داك نونو كتنعسي به وداك الشيء عندي مازال عندي لحد الان محافظه عليه باقا كتنعسي به لا لا صافي لا صافي دابا تجوجنا ولا طيب نواصل نشوفوا صورة أخرى إذا كان ممكن. هنا كيبدا يبان إذا المشروع فنانة، يعني ملي كتجي تشوف الصور وعندك ديجا تصاور وأنك تتغني بالميكرو، فين هادي؟ فين التصويرة هادي؟ هادي تنظن هادي في المدرسة سي سيغ، ما عقلتش واش في الكوليج ولا في البريمير ما عقلتش. إن أنا في المدرسة أي حفلة عيد العرش، عيد الشباب، نهاية السنة وإلا دائما تعيطوا لي لا حتى فاطمة الزهرة كاينة. طيب أنا نواصلوا نشوفوا. أوه هادي هاد الصور هادو منين جبتيهم؟ دابا هادي ما عرفتهاش، وراه المهم شكرا سي أحمد. هادي هادي في المدرسة في حفل ديني كنت كنغني شنو كنت كنغني يا ربي؟ تنظن يا محمد صاحب الشفاعة. تما حفل ديني ولبسنا زعما داك الشيء جميل. وعلى ذكر الحفل الديني فانت كذلك كانت عندك تجارب كثير مع الاغنيه الدينيه. كانت ابرزها اعتقد اغنيه سيدنا النبي. سيدنا النبي نعم. سيدنا النبي واحد الاغنيه اللي كنحبها من كل قلبي. نعم. هي جميله جدا. وانت مع ان الانسان انا الفنان يعني في رمضان حيت حنا هذه كنقول سؤال ديالي دائما للضيوف ديالي تنقول لهم بعدا حتى رمضان عاد كنبداو نخرجوا هذه الاعمال الدينيه علاش ما نخرجوهم في وسط العام؟ يمكن كتجي وقتهم الناس كتبغي تسمع الاغاني الدينيه في ذاك الوقيته ما عرفش. المهم انا غير خرجتها في رمضان باش نقول لك هو تقدروا تجاوبوني تقول لي شوف عماد وانت براسك كتجتهد من ناحيه الصلاه والتراويح في رمضان اكثر اذا انت اي واحد يجتهد في رمضان ايوا صافي دونك الا سولك شي واحد في مره اخرى يقول لي راه كنجتهدوا كنا في رمضان اكثر كندوبلوا شي شويه الحسنات. طيب شوفي هذه هاد الصوره هذه جميله جماعة ما شنو داك اللبس اللي شنو داك بون عجبني هذاك اللبس. هذه التصويره خديتها في خال خليلي في مصر. هذه التصويره مؤخرا هذه واحد تنظن عام ونص كنت مشيت لمصر درت اختتام المهرجان السينما تما وبيان سور داونا وتيساليونا وداك الشيء وعجبتني هذيك وقالوا لي درت هذيك داك الشاب طربوش طربيش اي فوالا طربوش هذيك وخداو لي التصويره تماك. فهذه بغات تجرني لان تنعرفك انت من الفنانات او يعني كوجه مدافع على الموروث الثقافي ديالنا واللي طبعا اكيد اكيد انا كنهضر هنا نعني القفطان القفطان المغربي طبعا اللي اصبح عالمي طبعا. فشنو كيمثل لك القفطان فاطمه الزهراء؟ القفطان كيمثل لي الهويه ديالنا. شوف غادي نقول لك بان 100% ديال الحفلات ديالي بعدا اللي خارج الوطن الا تنغني بالقفطان. نعم. هذه زعما امبوسيبل انني نمشي لشي بلاد ونكون كنغني بشي حاجه اخرى. فالقفطان بيان سور ما يمكن الا نفتخروا به. القفطان راه ولا عالمي ولا وخصوصا يعني من الحوايج اللي تزادت عليه بعض الاضافات وزاد زاد جماليه فوق جماليه حقيقه. تماما. يعني هذيك لا مودرنيتي اللي وصل لها القفطان فما خلات بقينا كنحافظوا على التراث على الطريقه ديالو بيان سور داك الشيء هذا فلويد. باغ اكزومبل ما نقدرش نغني بواحد القفطان اللي هو ثقيل وداك الشيء فيه الطرز وداك الشيء بزاف ما نقدرش نغني به ما نقدرش نتحرك سوسا ديال اللبسه الفاسيه ديال اللبسه الفاسيه مي القفطان. طيب. يعني حاجه زوينه بزاف. نواصل نشوفوا صورة أخرى. هذه شتك واحد الجائزة ولكن ما بغيتك تقولي لنا شنو هذاك الدرع أو هذيك الجائزة شنو هي؟ تما توجت كفنانة 2022 مكتوبة 2022 هي هذيك موروكان ستار.
مروكن ستار ديال 2022. هذه إحدى التكريمات الحمد لله في مسار الفني كانوا مجموعة من التكريمات. فهذه صورة خديتيها من الانستغرام ولا انستغرام؟ انستغرام فوالا. دونك هذه هذه ولكن شكون اللي كانت في المغرب؟ هذه من ضمنها في المغرب مسابقة في المغرب. مسابقة في المغرب. هذه التكريمات هذه شنو كتضيف للفنان؟ حيت با شاك فوا كتمشي كتشارك في شي مهرجان تعطيو التكريم شهادة تقديرية سواء في المغرب سواء خارج أرض المغرب، فإمتى كتحسي بالقيمة ديالها أكثر؟ واش ملي كتعطاك هنا في المغرب أو ربما تعطاك في بعض الدول العربية خصوصا مصر؟ كتعرفوا مصر يعني مصر راه بلاد هي كذلك الثقافة والفن والفنون بصفة عامة، ففين كتحسي بهذه الجائزة أكثر؟ هاد الجائزة كنحس بها فين ما كان، لأن هاد التكريمات هي بالنسبة لي اعتراف لمسار فني اللي ما كانش سهل، وكذلك مسار فني لأن كنعتبره حافل بالعطاءات. فبالنسبة لي هذا اعتراف يعني بالأعمال ديالي، كتزيد تقويني هاد التكريمات، كتزيد تكلفني، كتزيد بحال دابا مثلا في أي تكريم كان المسؤولية كتزيد تقال على عاتقي، لأنك تقول ما نقدرش ندير شي حاجة اللي عادية، خصني دائما نزيد القدام. وعلى فكرة عماد مثلا الشهرة يعني صعيب باش تشهر وصعيب باش توصل للجمهور، ولكن باش تبقى في ذاك النيفو اللي انت فيه يعني ما تهبطش، تبقى غادي سواء في ذاك النيفو لا هذاك كيخصك مجهود كتير. دابا الشهرة طبيعة الحال بحال دابا سورتو بالنسبة للنساء من شهورات في جميع الميادين خصوصا في هذا الميدان الفني، حقيقه كتعذب شي شويه المراه ملي اكثر من الرجل المشهوره مثلا. خصها تكون دائما كتبان دابا يعني دائما خصك تكوني بريزونطابل باش تخرجي تبغي غير بنتك للمدرسه وتبغي تمشي غير للحانوت. لا بدا ماشي كبريزونطابل والمكياج، انا في يعني في الايام العاديه راه ما كنبقاش ماكيه دائما، وداك الشيء يمكن لي يخرج عاديه، غير المهم نكون في واحد الصوره اللي مثلا الجمهور ملي غيشوفني فيها ما يكونش. وكتمارسي حياتك عاديه، كتمشي للسوبر مارشي تقدايح السوق، كنمشي لمراكش القريعات، انا بحال جميع الناس. وكيعرفوا مني كيبداو يهضروا معاك الناس ويعرفوك مثلا بيان سور كنتصور معاهم. كينقصوا لك الثمن ولا كيزيدوا عليك الثمن؟ لا كيزيدوا لا كيتهلاو فيا. الحمد لله الناس كتحبني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نواصل نشوفوا صوره اخرى مثلا. ماما الله يخليها لي، الله يحفظها ويخليها لي ويخلي يعني اللي عنده شي ام الله يخليها له، وتهلاو في امهاتكم، تهلاو فيهم اكيد. انا دائما ملي كنلقى شي في الضيف ديالي كنلقى الله يرحم شي صوره ديالك. الله يرحمها ملي كنلقى شي صوره ديال مع الام الاينا كنبغي نعطيوها قيمه. ثم كذلك نشوفوا صوره اخرى. هذه كنيزه تبارك الله، تفاجات انا شحال ديما شفتهاش وبنت دابا يعني كبرات سبحان الله يعني يلا يعني دارت منطال هدف في عيد الميلاد ديالها ديال 18 عام. الله يحفظها. شو كدير دابا هي؟ كدير البيزنس. نعم. شفنا هذا الصوره هذه باش نديروا لها واحد الكوكو. طبعا صديقي سي احمد صفيره الزوج ديالك كنحييه من هذا المنبر، هذا زوجي ورفيق دربي وكل شيء بالنسبه لي. عاونك سي احمد؟ اكيد 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 عاونني بزاف، لان كان السند ديالي في مجموعه من الحوايج. كتعرف ان ملي كنبغي ندير شي حاجه غير باش تلقى باش تشاور مع واحد الانسان تاخذ راي ديالو، انسان متفهم لواحد الدرجه كبيره بزاف. شحال من مره كنكون مسافره مثلا يكون هو محتاجني نكون معاه في شي حاجه ولا هذه تكون انا مسافره. الحمد لله انا دي لو ما لو ما كانش سيدي احمد في حياتك مثلا كنتي ممكن غادي توصلي للتحقيق اللي حققتيه حتى الان؟ هو زدي احمد عاوني، ماشي غادي نقول لك عاوني فنيا ولكن عاوني انسانيا وكاسره، باش حيت هذاك الدعم الاسري هو اللي كيجعلك تكون مزيان باش تعطي اكثر واكثر، او حتى في الاوقات الصعيبه اللي كنمروا منها كلنا حنايا كتلقاي واحد السند الاسره مثلا كتساندك، لان كتجي واحد فترات كتجي واحد فترات ربما كتوصل حتى للياس، انسان تيقول سيرتو الغناء صعيب صعيبه. وحنا في كل عمل فني جديد والا بحال داك كتحس بداك المخاض
داك المراه اللي كتولد دونك بحال كتسنى ملي غتحط داك الاغنيه ولا داك العمل الجديد كيفاش غادي يشوفوا الجمهور واش غيعجب ولا ما غيعجبش كيف كتكون فواحد الحاله نفسيه اللي شويه صعيبه نعم. باش يتقبلك هذاك الانسان اللي معاك باش بوغ تو سوبورتي سورتو. طيب كنحيو سيدي احمد صفيرة تحيه خاصه الوغ هاد الصوره بابا الله يرحمه الله يرحمه كان اغلى شيء عندي و شغلتي نقول كان افتقدو بزاف كان كنت ما كندير حتى شي حاجه من غير ما كنتشاور معاه كان كيمشي معايا وانا صغيره مثلا غادي نغني كيمشي وكيحفظني اكيد وكيحفظ اكيد وانا حضرت معاه وتلاقينا شحال من مره وانت يعرفك وصاحبك بزاف اكيد كنا في الفلوت دوزنا العطل اونصومبل بعد مرات في مراكش الى غير ذلك في الاوتيل وحقا الله يرحمه. طيب نخليوك ما نقربوش عليك المواجيع و ندوزو ترى ما باش نطول في الموضوع ندوزو هاد الصوره اعتقد هي الاخيره هذه رساله ملكيه الله الله شنو هاد قصه هاد الرساله الملكيه هذه رساله ملكيه اللي وصلتني من عند سيدنا الله ينصرو ملي درت اغنيه موروكو فما يمكنلكش تصور الفرحه نعم. ديالي عماد ملي عيطوا لي وقالوا لي راه عندك واحد البرقيه من عند سيدنا اكيد راه هذا فخر واعتزاز وواحد الحاجه واحد الشعور ما عرفتي ديك الساعه ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي ولا ما شنو التوقيع ديال سيدنا هنايا كنشوفوا كذلك الله يخليه لنا والله يطولنا في عمره وغادي تبقى هذه الرساله يعني تاج فوق راسه هني لك تبارك الله عليك الله يبارك هني لك وبالتوفيق ان شاء الله ودائما تبقي متالقه يا رب فاطمة الزهراء العروسي ودابا غادي نعاودو ندوزو شي مدرسه اخرى بلا كنفكر اش غادي نقول نمشيو للمدرسه ديال الملحين بركات يلا طبعا اغنيه اللي هداها المجد الرومي اعتزلتي الغرام يلا تفضل جنني أنا 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 أنا
تقعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصارح أنا حتى بالمنام طيبك رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصارح لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني انساني ساني ساني انساني ابو المعروف شكراً للفرقة الرائعة الفرقة الموسيقية خوتي وصحابي تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم هادو كلهم تتخدمي معاهم بيان سور أصدقائنا فنانين كبار أساتذة تحية لكل الموسيقيين المغاربة حقيقة عندنا من أبدع تبارك الله يعون كلهم فاصل ونواصل كالعادة سنستقبل واحد من الأصوات العزيزة على قلبي واحد من الشباب أكيد خليكم معنا ما تزابيوش عدنا معكم أحبائنا الكرام نجدد التحية وترحب بكل من كيلتحق بنا الله دانتم على القناة الفضائية شادة تي في وبرنامج دندنة مع عماد حلقة اليوم كانت حلقة سبيسيال مع الفنانة فاطمة زهراء العروسي فكما وعدناكم كنقولوا دائما احنا كنستقبلوا كذلك فنانين مواهب يعني تتألق يوم ورا يوم الأكيد فنان ديالنا اليوم ماشي هذه أول مرة كيكون معي في دندنة ففات وكان معنا وتعرفنا عليه أكثر ولكن اليوم أنا رجعت دائما أنا كندير هذاك يعني تنتابع باش نشوف فين الهضرة ديالو اللي هضرنا عليها الأعمال ديالو التحركات ديالو فين وصلت معنا صبري بدر صبري أنا بيك بدر خويا عماد شكرا بزاف على كلشي بخير الحمد لله شكرا بزاف بدر كاريزما و الله يحفظك أخويا عماد وتحية الفنانة أختي فاطمة زهراء العروسي الفرقة الموسيقية وصافي بليزير نعود أخويا نجي لدارنا بيان سور لأن كنا تكلمنا المرة اللي فات وعندك وقت الله كاين عندك الطاقة وعندك موهبة جميلة جدا وانت خلاص راك يعني انت متواجد ولو صغر السن ديالك راك في الساحة الفنية منذ سنوات فتبعتك مؤخرا ولقيت بأنك بدر صبري انك تتحرك شوية بين بعض العواصم الأوروبية أو بعض المدن الأوروبية وضروري اخويا عماد كتشوف طرف الخبز فين تي صيفطك وكاينين واحد الناس حتى هما اللي كنت نعرفهم اللي عزيز عليهم داكشي اللي كندير فصافي بليزير باش يكون عندك هذا القبول لان سمعت كيف ما كانت في الاسم الارزاق بيد الله فكتعرف شنو رزقك شي عيط لك وصافي بليزير منك كتشوف عالم جديد منها كتغني لواحد الناس جداد كتلقى واحد لومبيونس اللي زوينه بزاف طيب شكون هاد الحفلات اللي كدير او السهرات فهي تديرها طبعا الجاليه المغربيه ولا الجاليه العربيه بصفه عامه تكون في الغالب الجاليه المغربيه بحال ديال بلجيكا وهولندا تيكون بزاف ديال الجاليه المغربيه ولكن انا هنا والهيفا كيف ما قلتي مازال صغير السن ولكن فالحمد لله ربي عطي هذاك الجهد كنحاول نوظفو فاش ما جات الخدمه خاصها تكون باش توصل لواحد النهار الحمد لله تكون درتي واحد الباجاج ديالك طيب شنو كيطلبوا منك انت تغني تما مثلا ملي بداو تعرفوك تمايا الناس ديال الجاليه او المنظمين شنو غيطلبوا منك في الريبرتوار تيبغيو اي حاجه مغربي زعما اي حاجه وسيرتو فعلاش الحمد لله خويا عماد تيكون بزاف ديال الطلب فهو واحد الشاي اللي كندير مثلا في الشوكيس ديالي اللي تيكون عندي فتنحاول نفاري لو ما تنغنيش حاجه وحده كنغني مثلا كل شيء قول لي نعطينا فكره حتى دابا طلعتي للسورسين والناس كاينين باش غتبدا حيت مثلا احنا انا كنتخيل مثلا انت في المانيا الجاليه المغربيه لان الجاليه اللي كاينه في المانيا ربما تختلف على الجاليه اللي كاينه في فرنسا كتختلف على الجاليه اللي كاينه في اسبانيا هذا شيء يعني كتفرق متفقه مع الجمهور كاين اختلاف لافونتاج اللي تيكون اخويا عماد هو اللي انا كنخدم مع الدراري ديالي الفرقه ديالي ليكيب ديالي لوقت هما كنسافروا مجموعين فعندنا هذاك
هذاك الارتجال سيغ سين هذاك هو اللي تيبغيو الناس الوغ ما يمكنش نوجد شي حاجه نقدر نوجدها مع الفرقه بيان سور تخليها باجاج ولكن باش كتحط في امر الواقع خاصك تشوف لاصال كيفاش دايره شكون الناس اللي كاينين شكون الكاتيجوري ديال الناس اللي كاينين الفرقه الموسيقى كديها معك من هنا ولا كيكونوا الدراري كتعاون الدراري من تما برا شوف الحمد لله فادي هضرنا في المغرب اخويا راه عامر موسيقيين وفين ما كتمشي في العالم في اي بلاصه راه كتلقى ديما مغربي كاين تما يا يا موسيقى وكتلقى هو اللي المغاربه الموسيقيين اللي كاينين في اوروبا راه كانوا هنايا عاد مشاوتهم لاوروبا هذا الشرف لينا بان كنعرفوا بان بلادنا راه فيها الموسيقيين اللي كبار بزاف اللي خاص غير هذيك الفرصه وخاص الوزاره الثقافه تهلا فيهم لان ما نشوفوش غير الارتيست ولا المغني ولا الممثل ولا داكشي كامل نشوفوا هذوك الموسيقيين نشوفوا بصفه خاصه الناس اللي كيخدموا في الليل حتى هما يشوفوا لهم الحال بزاف ديال الحوايج اخويا هذا اونتر بارونتيز كبيره راك تقول خاص غير كيهضر ضروري اخويا ضروري تبارك الله عليك فالفرقه بغيت غنزيد كنقرب الحمور منك الفرقه الموسيقيه اللي كتمشي معك او اللي كتكونها من موسيقيين من هنا ومن الدراري المغاربه اللي كاينين مثلا في اوروبا شنو الستايل ديالها واش الفرقه الكلاسيكيه مثلا اولا كتدخل عليها دي انسترومون شي شويه غربيين شنو كتحاول تكون انا عزيز عليا الجروف بزاف الوغ كنخدم كنحاول شحال ما كنزيد في الباس شحال ما كنزيد في جيتار باس في لاكوستيك درامرز اكوستيك داكشي كامل تعطي ولكن ضروري هذيك لاتوش ديال لوريونطال لانك غادي ماشي باش تغني داكشي ديالهم ولكن غادي تغني بهذيك لاتوش اوريونطال اللي ما كايناش تما الوغ ضروري خاص يكون معك دي ماكنياتي مثلا بون اورغانيز كمان جا داكشي هذا الشرفي مش معنا ونشوفوا خويا عيمه كوالا طيب غادي نسمعوك في دو ستيل مرحبا خويا اتفقت انا وياك نسمعوا شي حاجه راي ومن بعد نمشيو للمدرسه الطربيه ديال كاظم الصاير نبداو بستيل راي قلنا شي موالو شنو الاغنيه نسمعوا دير شي حاجه دخلت يلا تفضل قلبي بغل بيضة البيضة زرق عليه
جرس انا وهالراي هالراي 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 يا الزرقة تباح تخرج البيت هويا تخرج البيت ودلالي وهالراي هالراي 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 يا الزرقة تباح تخرج البيت هويا تخرج البيت ودلالي يا ربي بغى البيضة الزرقة عليه جرت انا قلبي بغى البيضة البيضة الزرق عليه جرت انا وقلبي بغى البيضة الزرق عليه جرت انا قلبي بغى البيضة البيضة الزرق عليه جرت انا الصواب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب وحتاتي طوال وجنحك وعرفتي الغلطة من الصواب حتاتي طوال وجنحك وعرفتي الغلطة من الصواب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب قلبي من المحبة شوفي الشاب اللي واتيك من باع ردي لي الوجاب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في العسب وحتاتي طوال وجنحك وعرفتي الغلطة من الصواب حتاتي طوال وجنحك وعرفتي الغلطة من الصواب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب قولي لي يرحم والديك شكون كان دايرك في الحساب برافو عليك تبارك الله عليك بدر صبري بدر عطي رجعتيني من هذا تبارك الله طبعا تحية لخالد رجعتيني في واحد الأيام الشبابية والبحار والصيف واحد نصيص في فريميجا وفي الطون ديال 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 مطيشة يا سلام
شريتكم دابا في لا واش يبو دابا دابا نساليو نديرو احسن اكله. فكاين دي بروجي دونك دي شونسون كنخدم على دي سينجل ديالك كانت قبل من كورونا فكان خدمت بزاف اوطونك بوحدي. جات من كورونا كنت سينيت مع واحد لابواط دو برودكسيون فرنسا خدمنا بزاف ديال لي بروجي الحمد لله. ف انا وصلت لالبوم تلونسي فيه دابا بشويه بشويه بديت تلونسي في الصيف لونسيت الغربه لونسيت العديان لونسيت فيتورينغ واحد اخر عاوتاني مع مايسترو في برشلونة. عندي واحد لي بروجي لي واجدين كاملين في هذا الالبوم لي ديتيوب مع دي زارتيست انترناسيونال بحال بلدي في كوبا اللي سجلنا عندها تما لوغ من كوبا. فحاولنا ندير واحد الميكس اخويا عماد اللي شويه هو ريغيتون لاتينو ماروكان الوغ واحد جات الفايب. خدمنا اغنيه ما كناش دايرين باننا نخدمو ولكن تلاقينا في استوديو في باريس دخلنا ساعتين خدمنا اغنيه فصورناها قريب ان شاء الله تخرج وبشويه بشويه كنخرجوا اخويا عماد تبارك الله انا والو ان شاء الله ان شاء الله. انا كنوعدك سميتو لان غادي ندير معك حلقه خاصه لانك كتغني بزاف الانماط الغنائيه. دابا سمعناك في الراي وغادي من بعد غنسمعوك يعني في الطرب. مرحبا يعني غادي ندوزو 180 درجه. مرحبا اخويا وكيغني مغربي تيغني زعما في اي والحمد لله تبارك الله عليك صوت راه الله يحفظك اختي فاطمه وكاريزما كاريزما والله. وشوف اخويا عماد تشوف في الاول وفي الاخر هو باش كتبغي داك الشيء اللي كدير ودير زوين كيف ما تنقولوا وخليك زوين مع اي واحد خلوق صبري ما درت هذا الشيء اللي تعلمنا اخويا عماد كيف ديرها لو باش كتكون بحال هكا فكتحس. فكان قال لي واحد السيد اللي غنجبدوه واحد الارتيست اللي انا صغير يوقف معايا بزاف وقف معايا بالنصائح ديالو بزاف ديال الحوايج اللي هو خويا محمد عدلي كازا بلونكا. محمد عدلي بيان سور تحيه لخويا محمد عدلي اللي غبر شحال هادي ما هضرت معاه ولكن واحد الحاجه اللي كان قالها ليا فكتخدم الا خدمتي غتنجح غير هو الوقت تقدر تنجح دابا تقدر شحال ما خدمتي شحال ما غير هو الا خدمتي غتوصل ليها غتوصل ليها اكزاكتلي هذا الشيء اللي كاين. وعند وحدك واحد المثال فاطمه الزهراء العروسية من البدايه وهي دات ما يعني ما عمرها حبست ولا حطت السلاح دائما كتمشي من مشروع لمشروع من خدمه لخدمه من ستيل لستيل كتجتهدت وتجتهدت وتجتهدت ماشي بالضروره تبان في عام عامين ثلاث سنين ولا خمس سنين الاولانيه ولا ست سنين ولا ولكن من بعد ملي كدوز الاعوام صافي كتفرض نفسك اكيد. خويا الحمد لله الحمد لله ولينا كنشوف المغرب ولا في الاندستري ولا في بزاف ديال الحوايجات وكاينين بزاف ديال اللي طالوا اللي طالعين في اخويا عماد انت راك حل الباب الحمد لله لاي واحد كتحس بانه عندهم فغي طالون زعما ماشي غير حيت كاينين بزاف ولكن ما عندك ما دير ما عندك ما دير الا بقيتي كدير الغربه بزاف راه عاوتاني غتضيع بعض الناس. شوف مرات كيحضر معايا بعض المرات غير باش تكون واحد الفكره بالنسبه للجمهور والمشاهدين الاوفياء اللي كيشاهدوا دندنه. بعض المرات راه كاين دي زارتيست تبارك الله واعرين دي جون غير هو ملي كيدخل هنا ما تكونش عندك الجراه ديال الكاميرا وديال ربما كيكون ارتيست حدا اخر فكي كتجي هذاك لو تراك وكي ما تيغنيش مزيان فما عندنا ما ندير ولكن كان شنو كندير كنعاود ندوز واحد الفتره اخرى ونعاود يجي عندي يعاود يجي لان باش ياخذ هو اخويا عماد كنقول انا مع راسي تنقول الشيء كون ما كانوش الخايب ما تكونش لا كاليتي الوغ ضروري الخايب تيخلي تيبين لك لا كاليتي بان راه كاين لا كاليتي الوغ غاديه ميزان هذيك كتهزنا انت خليك في هذه الطريقه هذه ديالك وان شاء الله تكون مشروع فنان إن شاء الله. انا ما تنقولش نجم لان دابا النجوميه سا ديبون واش كتوكل ولا ما توكلش الخبز ولكن مشروع فنان معروف يعني من حدك معروف ومن حدك انك تستخدم اكثر لان كاين اللي نجم وما خدامش بوسيبل اخويا ما تكون جات زعما غير قبل شويه الفنانين النجوم طبعا وجالسين كون جات غير قبل شويه كنت نفكر فيها ولكن دابا انا ما عرفتش لان ما عرفتش ولكن كتاخذ واحد القرار ديالك باش كتكون في واحد لو بوين خاصك تاخذ واحد القرار ديالك كتكون ديفيرون على الناس بزاف هادشي باش تيتميز لارتيست. بالنسبه لي الشو ديالي خدام بزاف ديال اللعيبات ولكن باش تكون نجم فانا بغيت نكري موسيقى اكثر من اللي تكون فيها نجم باش كتخلي واحد الباجاج ديالك فتقدر تولي ليجند من بعد على 20 عام 50 عام 60 عام. اما اللي تطلع دابا وتهبط دابا من الاحسن خذ شويه وقت الا تقصي في راسك راه غتوصل كما قلتي ماشي بالضروره ماشي بالضروره هاد الافكار ديالك غادي يوصلوا غادي يوصلوا. بغيتي تختار لنفسك واحد ستايل جديد واحد الموسيقى جديده ولا تعرف بها راك الا درتيها في راسك غتوصل لها ماشي في عام عامين ربما في خمس سنين ولكن
دير داك الشيء اللي انت كتحس به وكون صادق داك الشيء اللي كدير وثق بيا غادي توصل ما تبارك الله عليك عندك قدرات الله يحفظك اختي فوتين تبارك الله وتبارك الله هضري الله يبارك فيك اللهم امين شكرا لكم طيب احنا جينا للاخير واخا كتقولوا لي بان غادي خصنا مازال عندنا بزاف الاغاني بغينا نسمعهم فاطمه زهراء باقي ما سمعتكش في الغربي شي حاجه غربيه نسمعوها لا بد يلا نقلوا من الكلام سير تفضل مرحبا
صبر عاونوني عاونوني. شكرا عليك. الله يبارك فيك. شكرا. خليت هذه الاغنيه في الاخير ديال الحلقه باش تجبدي لك جبيدات مزيانين فهمتي تقول الحلقه. تبارك الله عليك. الله يبارك. شكرا. وان مومنت ان تايم ويدني اوستن. ويدني اوستن. طيب شكرا. نبقاو مع كما وعدنا بدر صبري. مرحبا. واعتنا بمدرسة الحب. مرحبا أخي. الفنان كاظم الساهر. مرحبا. وشعر نزار قباني. الله. وانت باقي جون ومستيلي وغنسمعوا منك هذا الطرب هذا. يلا تفضلوا نسمعوا. تفضل. وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي ذكرى إنسان
لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى الصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. انقلبت تاريخي، إني مذبوح في من الشريان إلى الشريان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان. علمني أني حين عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور بيوت الجهل، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العينها أشهى من زهر الرمان، تلك شفتها أحلى من زهر الخلجان، وحلمت بأني أقطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطباق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهديان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان، ولا تأتي بنت السلطان، ولا تأتي بنت السلطان. أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل أذن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. شكرا، برافو عليك، بارك الله عليك بدر.
فسمعناك في هذه الانماط الغنائيه في كل جوج مدارس، وانت بطبيعه الحال غتختار تعرف راسك فين غتستميل اكثر واكثر، ولكن مزيان مزيان يكون هذا لابوليفونس التنوع. الله يحفظك. تحيه الفرقه الموسيقيه بيان سور، تحيه الفرقه الموسيقيه. شكرا شكرا لك على الحضور ديالك معنا بدر، وكنتمنى التوفيق ان شاء الله، ونشوفك كذلك متالق داخل وخارج ارض الوطن ان شاء الله. اخويا ان شاء الله. فاطمة الزهراء العروسي، كانت حلقة متميزة، هضرنا شي شوية كما قلت منذ البداية، حلقنا عاليا فوق المسار الفني ديالك، وحطينا بعض الرحال في بعض المحطات، تمناها تكون نالت الرضا والإعجاب ديال الجمهور وديالك بيان سور. حقيقة الجلسة معك ممتعة عماد، برنامج زوين، كانت أمسية طربية 100%، فكنت من أنني نكون كنت خفيفة على قلوب الناس اللي كتشاهدنا. ان شاء الله مرحبا. اكيد كنشكرك على الاستضافه، وتحيه للفريق العمل فوالا، تحيه لكم كاملين. شكرا لكم على الاستقبال اكثر من رائع اللي درتوا ليا. الحقيقه انا ملي كنجي للشداره كنحس براسي في دارنا. ايوا انت بنت بنت الدار، بنت الدار. اكيد تحيه للفرقه الموسيقيه، وتبارك الله على على صبري. حتى الرئيس الشدا رشيد حياك، فهو صديق ديالك، صديق ديال العائله، صديق وكل شيء. نعم. شكرا لكم جميعا، شكرا اصدقائي. هذا عماد يحييكم، الف الف تحيه. غنبقاو في الاخير لانكم كلكم عسل، وغنعطيكم ونهديكم اغنيه زي العسل بصوت الفنانه فاطمة الزهراء العروسي، زي العسل. الى اللقاء. على قلبي هوا زي العسل.